يعطيكم ألف عافية شباب دفعة حياة، معكم زميلكم عماد الربضي، واليوم رايح نبلش بشرح ليكتشر 2 من الفسيولوجي. طبعا ليكتشر 2 هي تعتبر تكملة لليكتشر 1، يعني تقريبا بنفس إطار الموضوع اللي كنا نحكي عنه، اللي هو آخر موضوع حكينا عنه بالسبجكت 1 اللي هو كان الهيموستيسيس. هون رايحين نحكي عن نفس إطار الهيموستيسيس، بس إيش اسم المحاضرة؟ الكنترول سيستمز اوف ذا بادي. طب إيش دخل الكنترول سيستم اوف ذا بادي بالهيموستيسيس؟ الهيموستيسيس اللي هو الاتزان الداخلي بالجسم. هذا الاتزان كيف بيتم ضبطه والمحافظة عليه؟ عن طريق الكنترول سيستمز اللي هي أنظمة التحكم في الجسم. طيب بالبداية خلينا نحكي، وحكينا مثلا اللي هي عشان الاكسترا سيلولار كيف بنحافظ على الهيموستاسيس للتذكير، يعني بالاكسترا سيلولار والانترا سيلولار عن طريق شيء اسمه الستيدي ستيت، اللي وحكينا الفرق بين الستيدي ستيت والإكوليبريوم. المهم خلينا نبلش هلا بالمحاضرة. أول شيء الليكتشر اوبجكتيفز ديسكرايب ذا كنترول سيستمز اوف ذا بادي، يعني وصف للكنترول سيستم. احفظوها كنترول سيستم مش انظمه الجسم، عشان تكون يعني دائما نحفظ بالانجليزي. ليست ذا فاكتورز ذات ار هيموستاتيكالي ريجوليتد، ايش هي العوامل اللي بيتم، او ليست ذا فاكتور ذات ار هيموستاتيكالي ريجوليتد، العوامل يعني اللي بيتم تنظيمها. كومبير ذا كون ذا كونتراست نيجاتيف اند بوزيتيف and negative and positive feedback and explain the importance of this process to hemostasis. يعني نعمل مقارنة بين النيجاتيف فيدباك والبوزيتيف فيدباك، طبعا راح نحكي ايش الفرق بيناتهم. and explain the importance of this process to hemostasis، وفائدتهم للهيموستاسيس او اللي هو الاتزان الداخلي. explain the feed forward concept اللي هو مفهوم الفيد فورورد، راح نحكي عنه. واندرستاند ذا جين اوف كنترول سيستم، نفهم اللي هو جين اللي هو نظام الخطأ يعني في الكنترول سيستم. طيب بالبداية خلنا نعرف، او لازم نعرف انه جميع انه الكنترول سيستمز كلها اللي هي انظمة التحكم بالجسم كلها بتتبع نفس الآلية، نفس الآلية بس بتختلف الاعضاء اللي بتتحكم فيها. هسه بتفهموا كيف. يعني احنا حكينا بالمحاضرة السابقة انه في عنا internal environment وفي عنا external environment. قلنا ال internal environment اللي هو ال ECF ال extracellular fluid، وال external environment اللي هي البيئة المحيطة بالجسم. هلا بالبداية قبل ما يصير عندنا الاستجابة، يعني او اللي هي الكنترول، قبل ما يبلش الكنترول سيستم اللي هو نظام الاتزان الداخلي بالجسم، لازم يصير في تغير بالاكسترنال انفايرومنت. هذا التغير اللي بيصير بالاكسترنال انفايرومنت بيأثر على الانترنال انفايرومنت الموجودة بالجسم. يعني بالبداية في عندنا اشي اسمه ايش اللي هو الديستيربنس. هذا الديستيربنس اللي هو موجود بالاكسترنال انفايرومنت. لحظة علي بدنا ناخذ، عشان ناخذ مساحة هون. هذا الديستيربنس موجود بالاكسترنال انفايرومنت اللي هو إشي بيصير خارج الجسم بيأثر على الجسم. هلأ فتنا على الجسم، في عنا إشي اسمه إيش؟ regulated variable، regulated variable. إيش هو regulated variable؟ اللي هي الانترنال انفايرومنت او البيئه الداخليه داخل جوا الجسم اللي بحدث عليها التغيير جوا الجسم. طيب صار عندنا ديستربنس اثر على الريجوليتد فاريبل اللي هي البيئه الداخليه داخل الجسم، ايش اللي بيصير؟ التغير اللي بيصير بالريجوليتد فاريبل بيتحسس بيه شيء بنسميه السنسور.
السنسور اللي هو الحساسات اللي بتكون موجودة بالجسم. طيب حلو، اتحسست فيه السنتر او حست فيه السنتر السنسور، ايش راح يصير بعدين؟ اللي راح يصير انه السنسور بترسل سيجنالز او اشارات لوين؟ لا اشي بنسميه الكنترول سنتر. ايش الكنترول سنتر؟ الكنترول سنتر اللي هو مركز التنظيم، مركز التنظيم بالجسم. يعني هذا اللي بيتحكم بكل شيء خلينا نحكي. طيب كيف آلية عمله هذا الكنترول سنتر؟ الكنترول سنتر في عنده اشي بنسميه السيت بوينت. السيت بوينت، طيب ايش السيت بوينت؟ دقيقة عشان نوضحها. ايش السيت بوينت؟ السيت بوينت اللي هي الحالة الطبيعية اللي لازم يكون عليها الجسم. فالسيجنال او الاشارات اللي بتصل للكنترول سنتر بقارنها بالسيت بوينت الاصليه او الحاله الطبيعيه اللي لازم يكون موجود عليها الجسم. وبناء على السيت بوينت بصدر الامر او بيودي الامر لوين؟ بيودي الامر لاشي بنسميه افكتور. هذا الإفكتور عمله بيؤدي إلى عودة، خلينا نحكي عودة المياه لمجاريها، أو عودة الجسم، أو يرجع الجسم يعمل بالوضع الطبيعي له. طيب نعيد بالبداية، في عندنا إشي اسمه ديستيربنس. الديستيربنس هذا بالإكسترنال انفايرومنت خارج الجسم، طلع او صار تغيير بالاكسترنال انفايرومنت، التغيير هذا اسمه الديستربنس، ادى لتغير وين؟ بالانترنال انفايرومنت داخل الجسم. شو اول اشي بتغير اللي هو، او شو هو اللي بتغير؟ اللي هو الريجوليتد فاريبل. البيئه الداخليه بالجسم بتغير فيها الريجوليتد فاريبل. الريجوليتد فاريبل تغير، ايش اللي بيصير؟ السنسور او الحساسات على السريع بتلقط التغير اللي صار. لقطة التغير اللي صار بتودي سيجنالز أو إشارات للكنترول سيستم، اللي هو نظام الكنترول سيستم، اللي هو نظام التحكم خلينا نحكي داخل الجسم. راح للكنترول سيستم. الكنترول سيستم إيش وظيفته؟ إيش شغله بالضبط؟ الكنترول سيستم في عنده إشي نسميه السيت بوينت. طيب إيش وظيفة السيت بوينت هاي بالضبط؟ السيت بوينت هاي يعني هي مش إلها وظيفة. السيت بوينت خلينا نقول هي زي معلومة مخزنة بالكنترول سيستم، اللي هي الحالة الطبيعية أو الإشي الطبيعي اللي لازم يكون عليه الجسم. فبقارن الإشارات اللي إجت عنده بالحالة الطبيعية اللي لازم يكون عليها الجسم. طيب قارن إيش بيعمل؟ بشوف إيش لازم، يعني اذا اجى بشوف الساينلز او الاشارات اللي اجن عليه، هل هن اعلى من السيت بوينت او اقل من السيت بوينت، وبصدر الامر للافكتور حسب اللي بيشوفه. طيب الافكتور شو شغله؟ الافكتور هو بالعاده بتكون نحكي اعضاء او خلايا او يعني اجزاء بالجسم بتكون وظيفتها انها تشتغل، او هي اللي بتعمل عشان ترجع اللي هو الريجوليتد فاريبل للحالة الطبيعية. ممتاز. طيب بدنا مثال. لازم مثال عشان نفهم. ايش المثال اقرب مثال، والمثال اللي دائما بصير، يعني كل كل يوم بصير معنا، اللي هو درجة الحرارة، البادي تمبرتشر. طيب ايش اللي بيصير في البادي تمبرتشر؟ اول اشي لازم نعمل، اول اشي في عندنا اللي هو الديستربنس. طيب شو الديستربنس بيعمل؟
الديستربنس بده يغير الريجوليتد فاريبل، ايش ممكن يصير عشان تتغير درجة الحرارة؟ ترتفع ولا تنخفض؟ لا خلينا بالاول ترتفع. اول اشي بدنا نزيد درجة الحرارة. لما نزيد درجة الحرارة شو ممكن نعمل؟ اللي هي الاكسرسايز. عملنا اكسرسايز تمارين اللي هي ارتفعت عندنا درجة الحرارة، فالريجوليتد فاريبل عندنا زاد. شو الريجوليتد فاريبل هون؟ اللي هو التمبريتشر. شو صار بالتمبريتشر؟ ارتفعت. طيب ارتفعت التمبريتشر على السريع في اشارات بتروح للسنسور اللي هي الحساسات، بتلقط التغير. السنسور مباشرة، ايش هي السنسور هون؟ اللي هي الخلايا، الاعصاب الموجودة بالخلايا، بتلقط التغير. خلنا نحط نيرف مثلا ان سيلز، تلقط التغير، بتبعث اشارات. وين بتبعث اشارات؟ على او سيجنالز يعني على الكنترول سيستم اللي هو كنترول سنتر، اللي هي نظام التحكم داخل الجسم. وصلت الاشارات للكنترول سنتر، حكت له والله درجة الحرارة عندنا 39. 39 عالية كثير. فهون الكنترول سنتر بقارن ال 39 بالست بوينت الموجودة عنده. ايش الست بوينت؟ الست بوينت 37 درجة مئوية. بشوف انه في عندنا زيادة درجتين، درجتين هذا اشي كبير، يعني 39 درجة حرارة عالية جدا وخطيرة بتكون حالته. فشو اللي بيعمله الكنترول سنتر؟ الكنترول سنتر بيرسل اشارات وين؟ للإفكتور. بحالة التمبريتشر أو خلينا نحكي اللي هي ارتفاع درجة الحرارة، إيش بيكون الإفكتور؟ هلا أول شيء لازم نعرف إنه we have thousands of effectors، يعني في عنا آلاف المؤثرات، في أشياء كثير بتأثر على درجة الحرارة. يعني في أشياء كثير، اشهر مؤثر اللي هو كونه احنا يعني بنعمل اكسرسايز بالعاده، فالاكسرسايز دائما احنا لما نعمل تمارين بنعرق. فالافكتور هون اللي هو السويتري جلاند، الغدد العرقيه. السويتري جلاند بتعمل بتعمل اشي بنسميه اللي هو ايش كان اسمه، الكولينج ميشانيزم. الكولينج ميشانيزم، الكولينج ميشانيزم كيف يعني؟ بتفرز اللي هو ايش؟ السويت. السويت اللي هو العرق. ايش وظيفة العرق؟ ترطيب الجلد وخفض درجة حرارته. الافكتور حكينا اللي هو السويتنج جلاندز بتفعل الكولينج ميشانيزم عشان تفرز العرق. فايش اللي بيصير؟ الافكتور بيعمل اللي هو النيجاتيف فيدباك، اللي هو بقلل، بيأثر على الريجوليتد فاريبل، انه بقلل الريجوليتد فاريبل. فايش بصير بدرجة الحرارة؟ انخفضت. طبعا هذا الاشي لما يكون الديستيربنس بيأثر انه بيرفع والافكتور بيأثر انه بيقلل، فهون كونها صارت علاقة عكسية فبنسميه النيجاتيف فيدباك. ولازم نعرف انه يعني 99% من الفيدباكس او الكنترول سيستمز اللي بتصير بالجسم هي عبارة عن نيجاتيف فيدباك، اللي هي استجابة عكسية، يعني دائما اذا رفع بنقلل. طيب هاي بالنسبة للنيجاتيف فيدباك.
مثال عن نيجاتيف فيدباك. طيب بدنا كمان مثال على البوزيتيف. بالنسبة للبوزيتيف فيدباك، البوزيتيف فيدباك بالبداية بدنا نعرف، حكينا انه عندنا اكسترنال انفايرومنت فيه اشي بنسميه الديستربنس. الديستربنس هذا بيؤدي لتغير بالريجوليتد فاريابل. طيب الريجوليتد فاريابل قلنا بيرسل اشارات لمين؟ للسنسورز. السنسورز بترسل اشارات لوين؟ للكنترول سيستم او الكنترول سنتر عفوا. الكنترول سنتر بيرسل للافكتور، الافكتور بيرسل للريجوليتد فاريبل كمان مرة. طيب هون ايش اللي بيصير؟ اول شيء بدنا نحكي عن، احنا قلنا البوزيتيف البوزيتيف فيدباك للكنترول سيستم. طيب كيف يعني بوزيتيف فيدباك؟ حكينا بالنيجاتيف فيدباك لما بده يزيد الريجوليتد فاريبل احنا بدنا نقلله، لكن بالبوزيتيف فيدباك لما بده يزيد الريجوليتد فاريبل الزياده ما بتكون كافيه فراح نرجع نزيده. هذا الفرق بين، فهون انت بالبدايه راح يكون زياده. طيب ايش مثال على الريجوليتد على البوزيتيف كنترول سيستم؟ البوزيتيف كنترول سيستم من الامثله عليه اللي هو البلد كلوتينج. ايش البلد كلوتينج؟ الدم لما يطلع خارج الجسم بصير فيه تخثر. ليش؟ عشان يوقف نزف الدم، لانه اذا ظل الدم ينزف راح يموت، فعشان يوقف نزف الدم بصير فيه كلوتينج او تخثر. طيب كيف الكلوتينج هذا بصير؟ هسه بنعرف كيف بصير، بس بالبدايه العلماء اكتشفوا انه اول خثره بتصير بالدم ما بتدخل بالكنترول سيستم هذا. طيب ايش اللي بصير باول خثره؟ اكتشفوا انه البلد فيسلز او اللي هي الاوعيه الدمويه ملساء جدا. ملساء يعني الدم وهو يجري بها بيجري بسطح املس. فالدم لما يخرج خارج الاوعيه الدمويه ويلامس الجلد تلقائيا رايح تتكون خثره بسيطه. بس الخثره هاي ما بتكون كفيله انها تسد الجروح وتوقف النزيف. فشو اللي بصير؟ الريجوليتد فاريبل اللي هو يعني الاشي اللي تغير انه صار عندك خثرة، فزاد عندك كمية تخثر الدم. زاد عندك كمية تخثر الدم. مين بتحسس هذا الاشي؟ بتحسسه السنسورز. مين السنسور هوز؟ السنسور زون نعتبرها اللي هي البلد سيلز. اتحسست التغير، ارسلت سيجنالز لمين؟ للكنترول سنتر. مين الكنترول سنتر هون؟ الصراحة سألت كثير طلاب من الدفعة الأكبر منا ورجعت لكثير مصادر، كل حدا بيحكي شكل، بس خلنا نعتبر هون انه الكنترول سنتر هو البرين. طيب البرين عنده ايش؟ عنده اشي بنسميه السيت بوينت. السيت بوينت اللي هي النقطة اللي هي الوضع المثالي. طبعا شو اللي صار؟ البرين وصلوا سيجنالز. السيجنالز هاي عن ايش كانت بتحكي؟ السيجنالز هاي كانت بتحكي عن كمية التخثر اللي صار بالدم. فبيجي بقارن الدماغ بقارن كمية التخثر هاي بكمية التخثر اللي لازم يكون عليها البلد، فبيكتشف انه لا لازم يتخثر بشكل اسرع او بشكل اكبر. فبيرسل سيجنالز لمين؟ للافكتور. هون مين الافكتور؟ اللي هو الليفر. الليفر اللي هو الكبد. الليفر بيحتوي على انزيمات بنسميها كلوتينج انزيم.
الكلاتينج انزيمز، الكلاتينج انزيمز لما تنفرز من الافكتور اللي هو الليفر بتعمل زيادة كمان مرة، بتزيد ايش؟ الريجوليتد فاريبل، او بتزيد تخثر الدم كمان مرة. طبعا والعملية هاي ما بتصير مرة واحدة، بتظل تنعاد عدة مرات لحتى ما نصل للريجوليتد فاريبل المناسب، او لحتى ما يصل تخثر الدم للمستوى المناسب وينسد الجرح. طيب ان شاء الله تكون وصلت الفكرة. يعني خلينا نرجع نعيدها. الديستيربنس حكينا صار جرح، اتكونت اول خثرة، زادت نسبة تخثر الدم. طبعا هذا لسه ما بلشنا بالآلية، وحكينا ليش؟ لأنه دائما تلقائيا يعني الدم رح يصير فيه تخثر لما يلامس سطح خشن. كونت أول خثرة لكنها غير كافية لسد الجرح. راح السنسور تحسس فيها، السنسور اللي هو البلاد سيلز تحسس فيها وأرسل سيجنالز للبرين. البرين في اللي هو الكنترول سيستم، في عنده سيت بوينت، قارن كمية التخثر بالريجوليتد فاريبل بالسيت بوينت الموجودة عنده، فأرسل إشارات للليفر، الليفر اللي هو الكبد، الليفر يحتوي على كلاتينج انزيم، فالليفر أفرز الكلاتينج انزيم للدم، الدم يعني راحت الكلاتينج انزيم على الدم وسببت زيادة كمية التخثر كمان مرة عشان يتخثر الدم بشكل كافي لأنه يسد الجرح. وبرضه يعني العملية هاي راح تظل يعني تظل ماشية لحد ما ينسد الجرح، مش من أول مرة. طيب رايحين نرجع نرسم المخطط الجميل هذا لآخر مرة. نرجع نعيد، عندنا إشي اسمه المفروض هسه خلاص صرتوا حافظين، الديستربنس. الديستربنس بيأثر على إيش؟ الديستربنس بيأثر على الريجوليتد فاريابل. ريجوليتد فاريابل أثر على مين؟ أثر على السنسور. السنسور أثر على مين؟ أثر على البرين أو أثر على الكنترول سنتر. الكنترول سنتر أثر وين؟ على الإفكتور، والإفكتور بيعدل الريجوليتد فاريابل. طيب ليش رجعنا رسمناه؟ ظل في إشي اسمه، في إشي اسمه الفيد forward path. ايش يعني الفيد فورورد باث؟ يعني انه الكنترول سنتر الموجود، طبعا اول شيء لازم نعرف انه الفيد فورورد باث دائما مرتبط مع مين؟ مرتبط مع النيجاتيف فيدباك. يعني ما بصير بالبوزيتيف فيدباك. طيب ايش اللي بيصير؟ يعني شو يعني النيجاتيف او شو يعني الفيد فورورد باث؟ الفيد فورورد باث يعني انه الكنترول سنتر يتوقع بالتغير اللي راح يصير بالجريد بالريجوليتد فاريبل ويحفز الافكتور عشان يعمل الاستجابة قبل ما التغير بالريجوليتد فاريبل يصير. كيف يعني؟ الديستربنس بصير، احنا حكينا شو يعني الديستربنس؟ الديستربنس هو تغير بالبيئة الخارجية للجسم، بالاكسترا سيلولار انفايرومنت، بالاكسترا بالاكسترنال قصدي بالاكسترنال انفايرومنت بالنسبة للجسم. صار عندنا تغير بالاكسترنال انفايرومنت، لسه ما صار الريجوليتد فاريبل، تغير بالريجوليتد فاريبل. مثلا صار في انخفاض درجة حرارة، الديستربنس كان انخفاض درجة الحرارة بالجو. ايش اللي بصير؟ الديستربنس هذا دغري بيأثر وين؟ دغري بيأثر على الكنترول سنتر اللي هي ايش؟ الهايبوثالاماس. دغري بيأثر على الهايبوثالاماس. فالهايبوثالاماس قلنا عندها سيت بوينت بتقارن
بعدين بتودي للإفكتور. يعني اللي لازم نعرفه انه الفيد فورورد باث غير انه بصير دائما بالنيجاتيف فيدباك، هو عباره عن انتسيبيت للتغير اللي راح يصير بالريجوليتد فاريبل، توقع للتغير اللي راح يصير بالريجوليتد فاريبل قبل ما يصير. طبعا هيك شرحنا اتوقع كل شيء متعلق بالكنترول سيستم. ضل بشغله بسيطه لازم نشرحها اللي هي الجين. ايش يعني الجين؟ الجين اللي هي نسبة الخطأ اللي بيصير لما يعمل الكنترول سيستم. طبعا ما في اي كنترول سيستم بالعالم ممكن انه يرجعك للحالة المثالية اللي كان عليها الجسم قبل ما يجي المؤثر، دائما الا يكون في خلل بسيط بالكنترول سيستم، بعمل الكنترول سيستم. طيب الجين هاي ايش وظيفتها؟ او مش ايش وظيفتها، كيف منقيسها؟ منقيسها عن طريق قانون اسمه، او مش اسمه، نصه، اللي هو الكوركشن على الايرور. كيف يعني؟ هسه بحكي لك كيف يعني. خلينا نفرض انه إجانا مريض درجة حرارته، أو شخص درجة حرارته 39 درجة سيليسيوسية. طيب 39 هاي يعني قديش أزيد من المعدل الطبيعي؟ أزيد من المعدل الطبيعي بدرجتين. بعد ما أخذ مضادات حيوية نزلت درجة الحرارة ل 37.5، نزلت درجة الحرارة. الاوبتيمال تمبرتشر قديش؟ مش 37.5، 37، هاي 73، 37 سيليسيوس. فبالتالي في عنا ايرور بالنظام هذا. اول اشي بدنا نعرف اللي هو الكوركشن، يعني قديش صحح. كان 39 اللي هو الكوركشن، 39 ناقص 37.5 39 ناقص 37.5 قديش؟ 1.5. إذا الكوركشن اللي صار عندنا قديش؟ 1.5 على الايرور. قديش درجة الحرارة كانت عندنا اللي هي 37.5، صارت يعني بعد الكوركشن 37.5. الاوبتيمال تنت ال مش الاوبتيمال اه الاوبتيمال تمبرتشر قديش؟ الاوبتيمال تمبرتشر 37. ليش بحط الاوبتيمال تمبرتشر 37؟ يعني في نص درجة، هاي النص درجة يعني بتفصل درجة الحرارة اللي وصلت لها عن الاوبتيمال هيلث. فهون فهاي الخمسة بالعشرة هي الايرور. الفاصلة مع الفاصلة بتروح على الخمسة بواحد، على الخمسة بثلاث. بالنسبة للواحد ونص هون لازم تحط سالب واحد ونص. ليش؟ لأنه نقصنا درجة الحرارة -3. وبالعادة معظم أو 90% من الفيدباكس، إذا مش كل الفيدباكس، بيكون سواء يعني 90% من الفيدباكس بيكون دائما سالب. طيب هيك أتوقع بنكون كملنا كل شيء موجود بالمحاضرة. طبعا ايش بفيدنا الجين هاف؟ انه نقيس الافكتيفنس او فعالية الكنترول سنتر او الكنترول سيستم. هلا خلينا نبلش بالسلايدات. فاكتورز هيموستاتيكالي ريجوليتد، يعني العوامل التي يجب ان تبقى ثابتة.
لازم نميز بين عوامل يجب أن تبقى ثابتة وعوامل تتغير لإبقاء هذه العوامل الثابتة. يعني مثلا concentration of oxygen، كمية الأكسجين في الجسم لازم يظل ثابت steady state حكينا، أو يعني في له نسبة ثابتة بالجسم. هلا كمية التنفس اللي هو الريسبيراتوري بترتفع أو بتنقص عشان تحافظ على ثبات هذا الأكسجين. فلا حد يحكي لي إنه والله التنفس مش ثابت، كيف تحكي لي الأكسجين ثابت؟ التنفس بتغير عشان يحافظ على معدل الأكسجين. concentration of waste product اللي هن فضلات، نفس الاشي، ممكن الفضلات تخرج عن طريق اليوريا او عن طريق، او مش اليوريا، هي يعني عن طريق اليورين. فمعدل اليورين بيرتفع وبينخفض عشان يحافظ على concentration of waste product. ال waste product ممكن تكون يوريا، ممكن تكون ايونات، ممكن ال pH اللي هي الهيدروجين concentration، برضه ممكن عن طريق اليوريا او عن طريق الهيدروجين بامب نحافظ على concentration of pH. water volume and osmo and osmolality، اذا ارتفعت نسبة الاوزمولاليتي او اللي هي مستوى ملوحة الدم، فبالتالي راح تحفز، فالكدني راح تحفز، او مش الكدني، في إلها عملية طويلة، بس المختصر انه راح تتحفز مراكز العطش ونشرب كميات من المياه، او اللي هو يقل مستوى البول عشان نزيد اللي هو الاوزموليتي. البلازما فوليوم بريشر اللي هو لما مثلا اذا قل ضغط الدم بتزيد عدد ضربات القلب عشان نزيد الضغط. والكور بادي تمبريتشر وحكينا عنها كثير. كنترول سيستم اوف ذا بادي، control systems of the body أو أنظمة التحكم في الجسم are in thousands starting from cellular level and ending in throughout the entire body control system. يعني هي عبارة عن control system، هي عبارة عن يعني بتكون بالآلاف، are in thousands بالآلاف، starting from cellular level بتبلش من عن طريق اللي هو المستوى الخلوي، and ending in the throughout ending in throughout the entire body control system. و يعني بتبلش على المستوى الخلوي وبتنتهي بالبادي كنترول سيستمز اللي هن أنظمة التحكم بالجسم. من الأمثلة عليها اللي هي الـ NA plus K plus pump اللي هي وظيفتها تحافظ على تركيز الـ K plus داخل الخلية مرتفع والـ NA plus خارجها مرتفع. genetic control، genetic control genetic control اللي هو للأمور الجينية الموجودة عند الكائن الحي، ممكن تكون للـ DNA، للـ RNA، ممكن للـ ATP. pH regulation اللي هي تنظيم ال pH داخل الجسم، and thermal regulation of the body اللي هو تنظيم درجة الحرارة. hemostatic regulation of physiologic factor often involves several cooperating control systems mechanism activated at the same time or in succession. يعني بحكي لك انه الهيموستاتيك ريجوليشن او انظمه الهيموستاتيك ريجوليشن او اللي هي انظمه الاتزان الداخلي بالجسم للفيسيولوجيكال فاكتور للعوامل الفيزيائيه involves يعني بتضم several cooperating control system، يعني فيها العديد من الكنترول سيستمز activated at the same time اللي هي ممكن انها تشتغل بنفس الوقت or in succession يعني او على التوالي يعني بشكل منفصل، كل واحد بشكل منفصل عن الثاني. the more important variable the more numerous and complicated are the mechanisms that operate to maintain the steady state
at the desired value. يعني بحكي لك كل ما كان متغير مهم بزيد عدد وتعقيد الآليات عشان نحافظ عليه. Control systems of the body. The efficiency of the hemostatic mechanism varies over person's lifetime. يعني بحكي لك انه الافشنسي او فعاليه الهيموستاتيك ميشانيزم تختلف في مراحل العمر المختلفه. With some hemostatic mechanisms not being fully developed at birth and other declining with age. يعني بتتناقص بتقدم العمر. For example, a newborn infant cannot concentrate urine at an adult. ايش يعني concentrate urine؟ يعني انه بمعنى يحبس اليوريا بجسمه. يعني بيقول لك انه النيوبورن اللي هو الشخص المولود جديد ما بيقدر يحبس اليوريا مثل الشخص البالغ. Older adults are less able to tolerate stress such as exercise or changing weather than are younger adults. يعني than younger adults يعني بيقول لك انه الشخص ال older adult اللي هو الشخص الكبير بالعمر less able to tolerate يعني اقل تحملا للضغط such as exercise زي اللي هي التمارين or changing weather او تغير الطقس than are younger adult يعني انه الشخص البالغ اللي بيكون كبير بالعمر اقل تحمل لضغط التمارين او تغير الطقس من younger adult اللي هو الشخص البالغ يعني يعني الشاب والعجوز بهذا المعنى. The control system of characterized by their negative feedback nature اللي هو الماجوريتي اغلب الفيدباكس الموجودة بالجسم بتكون نيجاتيف فيدباكس والبوزيتيف فيدباك نيتشر. البوزيتيف فيدباك نيتشر قلنا شو الفرق عن النيجاتيف؟ النيجاتيف اذا انه ارتفع عندك شيء يعني الريجوليتد فاريبل ارتفع النيجاتيف فيدباك راح ينزله، اما اذا الريجوليتد فاريبل انخفض ان البوزيتيف فيدباك اما بالبوزيتيف فيدباك يعني اذا ارتفع الريجوليتد فاريبل البوزيتيف فيدباك راح يرفعه بزياده. وحكينا انه البوزيتيف فيدباك اغلبه 99% منه هو عباره عن اشياء بتضر الجسم بتضرنا. يعني النيجاتيف فيدباك when some factor become excessive or deficient series of changes occur that move the factor in the opposite direction of initial change. يعني بحكي لك لما بعض العوامل some factor become excessive or definite يعني تقل او تنقص series of changes occur that move the factor in opposite direction يعني في سلسلة من العوامل بتصير بتغير اتجاه يعني بتاخذ اللي هو اللي هو الريجوليتد الريجوليتد فاريبل بتاخذه للاوبوزيت دايركشن لاتجاه مختلف او لنظام مختلف. يعني مثل ما حكينا يعني رفع بزيد قل رفع بنقص قل بزيد that is corrective adjustment oppose the original deviation from the hemostatic state. هون بحكي لك يعني انه الكوركتيف adjustment اللي هو التعديل الصحيح opposes the original deviation from the hemostatic steady state اللي هو التعديل الصحيح oppose يعني بخالف ال original deviation from the hemostatic steady state. التعديل الصحيح راح يخالف الاشي الحاصل يعني بالستيدي ستيت بحالة الثبات يعني عشان نرجع الجسم لحالة الثبات. Components of simple negative feedback control system في اللي هي عندك اللي هي regulated variable حكينا يعني هن ايش من ايش بتكون الكنترول سيستم regulated variable وقلنا هو الاشي اللي بغيره الايش اذا بتتذكروا الديستربنس قلنا الريجوليتد فاريبل اللي هو البيئه الداخليه او الانترنال انفايرمنت بغيرها الديستربنس اللي هو بيكون موجود بالاكسترنال انفايرمنت. الريسبتور او السنسور اللي هو بتحسس التغير بالريجوليتد فاريبل كنترول سنتر
والإفكتور. كنترول سنتر طبعا حكينا اللي هو اللي بتحسس التغير، أو لا الريسبتور هو اللي بتحسس التغير. الكنترول سنتر هو اللي بيوجه الإفكتور لعمله، والإفكتور اللي هو اللي بيغير أو أوبوز ذا تشينج، بغير بعكس التغير. اكزامبل حكينا المثال هذا اللي هو اكسرسايز رفع البادي تمبرتشر ستيمولييت تمبرتشر مونيتورينج نيرف سيلز ان ذا هايبو ثالاموس اكتيفيشن كولينج ميكانيزم اللي هي السويتنج. لما يصير سويتنج بتقل البادي تمبرتشر. الجين كنترول سيستم برضه شرحناه. The gain is degree of effectiveness with which a control system maintains constant condition. يعني اللي هو الجين هو بمثابة تقدير للإفكتيفنس أو الفعالية with which the control system mechanism constant condition، يعني فعالية الكنترول سيستم. The gain of control system is calculated by the following formula. كيف بنحسب الجين؟ الكوركشن اللي هي نسبة التصحيح على الايرور اللي هي نسبة الأخطاء. Where the error is the remaining uncorrected change from normality, the gain of baroreceptor is about minus 2, whereas the gain of the temperature control system is about minus 33. يعني أنت لازم تعرف أنه كل ما زاد الجين كل ما زادت الفعالية، لأنه الكوركشن هو البسط، فكل ما زاد راح تزيد فعالية الكنترول سيستم. فزي ما بنشوف أنه الباروريسبتور أو اللي هن الريسبتور تاعات ضغط الدم أو الكنترول سيستم تبع ضغط الدم خلنا نحكي أقل من الكنترول، الجين تبعته أقل من الكنترول سيستم تبع التمبريتشر. يعني ليش؟ لأنه درجة الحرارة أو التمبريتشر أهم من ضبطها، أهم من ضبط الباروريسبتور. هون اللي هو المثال اللي أعطيناكم إياه، الأوبتيمال تمبريتشر اللي هي 37 درجة نقص، نحكي ل يعني عشان نفهم نفهمكم المثال 39. رجع لقديش؟ نحكي رجع لهون اللي هي 37.5. قديه نسبة التصحيح؟ نسبة التصحيح كانت 1.5. قديه اللي هو هذا اللي هو الايرور؟ الايرور كان 5 للـ10، فاصل مع فاصله وهون في سالب قلنا لانه نزل، ناقص 3. الفيد فورورد ريجوليشن قلنا اللي هي التنبؤ بالتغير اللي راح يصير بالريجوليتد فاريبل. Is another type of regulatory process usually acts in combination with negative feedback system. يعني هي عبارة عن نوع من الريجوليتوري بروسيس بتكون مدمجة مع النيجاتيف فيدباك سيستم. ذا فيد فورورد، وحكينا هذا الشيء انه دائما بتكون هي مع النيجاتيف فيدباك سيستم مش مع البوزيتيف فيدباك سيستم. ذا فيد فورورد ريجوليشن anticipates changes in a regulated variable improve the speed of body's hemostatic response. يعني بيسرع من استجابة الجسم. ليش؟ لأنه بتوقع التغير اللي راح يصير بالregulated variable قبل ما يصير. And minimize the fluctuation in the level of variable being regulated. وإيش كمان حكى لك؟ إنه بقلل من تقلبات العوامل. That is reduces the amount of deviation from the set point. اللي يعني بحيث إنه ظل قريب من الست بوينت. The operation of control of controller is open loop. That is regulated variable itself, not sensed. يعني الريجوليتد بنظم نفسه، يعني ما في اشي يتم استشعاره. يعني هون انت السنسورز ما استفادت منها اشي. Example: when outside temperature falls, skin nerve cells immediately detect the change and relay this information to the brain, which then sends out signals to the blood vessels and muscles, resulting in heat conservation and increased heat production even before internal body temperature falls.
يعني بحكي لك إنه أعصاب الجلد بتكتشف الانخفاض اللي بيصير بدرجة حرارة درجة الحرارة المحيطة بالجسم قبل ما يصير التغير بالإنترنال إنفايرومنت، فبتعمل عملها بإنها تعمل الهيليتنج ميشانيزم. بوزيتيف فيدباك ذا تشينج، أو هسه اللي هو البوزيتيف فيدباك عكس النيجاتيف. The change includes further change leading to an amplified effect that ends the vicious cycle. It can be يعني ايش هون قاعد بيقول لك؟ التغير بيؤدي الى مزيد من التغير مما يؤدي الى حلقة مفرغة، يعني اذا زاد برجع يزيد، او اذا قل البوزيتيف فيدباك بيرجع يقلله بزيادة. It can be useful in some cases مثل blood clotting زي ما حكينا، وال child birth اللي هي عنق الرحم بصير له زي ارتخاء، فلما يجي الطفل عشان يطلع اللي هي الأعصاب الموجودة هناك بالرحم ترسل إشارات للدماغ إنه أنا بدي أرتخي بزيادة، هذا الارتخاء ما بكفي عشان يخرج الطفل، فبترسل سيجنالز للدماغ وبتصير العملية هاي. طبعا العمليات هذول مش مطلوب منا هسا نعرفهم، بس المفروض منا نعرف شو هي البوزيتيف فيدباك بشكل عام. Generation of action potential in membrane of nerve cells when Na plus ion influx begins ovarian ovulation ATC. يعني هون اللي هي generation of action potential اللي هو الاكشن بوتنشال جهد الفعل الموجود بالنيرف سيل، يعني لما يصير اللي هو جهد فعل بيجي منبه بيصل جهد الغشاء لجهد الفعل، فلازم تدخل ايونات الان اي بلس داخل الخلية، فبتفتح اللي هي قنوات الـ Na بلس تدخل، يعني الخلية العصبية بتظل تدخل بأيونات الـ A بلس، يعني بتدخل الأيونات وبتستمر إدخال الأيونات، هاي بنسميها positive feedback، زاد عن الوضع الطبيعي وظلينا إن زاد عن أو زاد دخول الـ Na بلس واستمرينا بزيادته، فهذا بنسميه كمان positive feedback. The positive feedback may be considered as a part of an overall negative feedback process. الـ positive feedback ممكن إننا نعتبره part of an overall negative feedback process. يعني نقدر نعتبر الـ positive feedback جزء من الـ negative feedback. Example of blood clotting. The positive feedback clotting process is a negative feedback process for a maintenance of normal blood volume. يعني عشان اللي هي حكينا positive feedback اللي هو clotting تقثر الدم بصير عشان نحافظ على حجم الدم. بالنسبة للسؤال، السؤال هون الجواب أو إيش السؤال بيقول لك؟ Which statement about feedback control system is incorrect. Most control system of the body act by negative feedback system. مظبوط. Positive feedback system usually promote stability in system. يعني انه in a system بيقول لك انه positive feedback بعزز الاستابيليتي او الثبات او الاستقرار بالنظام. طبعا غلط، حكينا positive feedback بالعادة بيكون مضر.